بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من سلسلة ال HTML. الوغ اليوم إن شاء الله غنتكلمو على كيلكو باليز اللي كنستعملوهم باش نبدلو الفورما ديال التكست. فمثلا إذا بغيت هاد لو تكست يولي كغا، فغنديرو وسط أون باليز سميتها بي، فغنجي هنايا قبل منو وندير بي سدا موراه لا باليز دو فيرميتور، كونترول إس، هاو الفيشي ديالي الصيغة اللي كان فيها. ألوغ وأنا دايرها داير لو بروميي تيتر اصلا راه كيكون غرا، لي تيتر قلنا راه كيكونوا غرا، فجاي داير ليه الغرا ما غاتبانش، اذا هادشي ما خصنيش نديرو هنا، تكلخت في هادي. فغنجي مثلا لهاد، نحيد هاد لي زيسباس وهاد بار مجبور ماروك، بغيت نرجعها غرا، فهنا في غندير بي ونسدا كونترول اس وغنجي اكتواليزي. راه تلاحظوا هو هاد بار مجبور ماروك دار عليا غرا، معناها مزيان. اذا هادي لاباليز الاولى، لاباليز بي، والغرض منها ترجع لي واحد لو تكست غرا. إذا بغيت هاد لو تكست يكون ايطاليك، مثلا هاد اتش تي ام ال بغيتها تولي ايطاليك، فكاينه اون باليز اي كترجع لي هاد لو تكست ايطاليك، كونترول اس اكتواليزي، لاحظتو اتش تي ام ال ولات مكتوبه مايله ايطاليك. وكاينين جوج ديال لي باليز كيشبهوا لهاد لي دو باليز، وهما سترونغ، إلا بدلت هنا بي بسترونغ وبدلت هنا اي بلا باليز او ام، سي لا ميم شوز. انا عندي كونترول اس ولا جيت هنا ودرت اكتواليزي، تلاحظوا ما يختلف حتى شي حاجه. الفرق ما بين سترونغ وما بين بي ان سترونغ كتعني بانك راك تشوف هاد لو تكست امبورطون، هو المتصفحات ما كيفرقوش ما بيناتهم، ولكن ديك سترونغ كتعني بان هاد لو تكست امبورطون بغيتو يبان. لا درتي غرا سي لا ميم شوز، شاش ما كيفرقوش ما بيناتهم. اتش تي ام ال درتها ايطاليك في الاول، ولكن إلا درتي ديك أو إم أنفسايز بلونجلي، أو إم لابريفياسيون ديال أنفسايز، يعني هاد لو تكست راه إمبورتون بغيتك تركز لي عليه، ولكن سي لا ميم شوز بالنسبة للمتصفحات، راه المتصفحات راه كيعتبرهم لا ميم شوز. كونترول زد كونترول زد، نرجع هذا إيطاليك ونرجع الآخر بولد، تاس هكا كانوا مقبل. كاينة أون أوتخ باليز هي لا باليز سمول، كترجع لي لو تكست أصغر من الحجم اللي كان عليه من قبل. مثلا هاد لو لونجاج بغيت نرجعو اصغر من الحجم اللي هو عليه دابا، فغنجي هنايا ندير لاباليز سمول ونجي من مور هنا اتش تي ام ال ونسد لاباليز سمول، كونترول اس نجي لاباج ديالي. ها انتم لاحظوا الا درت اكتواليزي لاحظتوا لو لونغاج اتش تي ام ال صغر عليا واحد شويه، هادشي راه باقي في نفس الحجم، ايت ان لونغاج سامبل ابروند راه باقي في نفس الحجم. لاباليز اللي من مور هادي هي لاباليز مارك، وكترجع لو تكست مارك يعني كترجع الخلفيه ديالو باللون اصفر. مثلا الى بغيت هاد لونغاج اتش تي ام ال هادي دايرها سمول، بغيت نرجع دابا مارك، فغنجي هنا ندير مارك لاباليز مارك، ها هي ونسد هنايا مارك كونترول اس، نرجع لاباج ديالي اكتواليزي، لاحظتوها هذا هو معنى مارك، يعني كيرجع لك الخلفيه ديالها صفراء. ندوزو لاوتر باليز هي لاباليز دال، الوغ لاباليز دال كترجع لك لو تكست مضروب عليه مشطب عليه وكانك مشطب عليه. مثلا بغيت نشطب على هاد ما بروميير، لا ماشي هذا لو تيتر، بغيت نشطب على هاد لو بروميي تيتر هنا، فغنجي قبل منو وندير ديل ديل وفي لافان ديالو نسد لاباليز ديل، كونترول اس نجي لاباج اكتواليزي، شلحتها ولا مشطب عليه. هذا هو الضوء ديال لاباليز ديل. نزيدو اون اوتخ باليز كتسطر ليا على داك لو تكست، كتسطر ليا على لو تكست. مثلا لا بغيت نسطر على هاد لو دوزيام تيتر، بغيت نسطر عليه، فغندير انس نجي من موراها ونسد لاباليز انس، كونترول اس اكتواليزي، لاحظتو ولا هاد لو دوزيام تيتر مسطر عليه. مزيان، غنزيد واحد دو زوطخ باليز، هما لاباليز سوب ولاباليز سوب. الى مثلا هاد برميج فور ماروك بغيت نرجعها هابطه واحد شويه على لوطخ تكست، فبلاصه بولد هنايا غندير سوب، وهنا سوب كونترول اس نجي لاباج ديالي اكتواليزي، لاحظتوها برميج فور ماروك ولات مكتوبه لتحت شويه على لي زوطخ، وكانه انديس وكانه انديس كتبو لتحت. مزيان، ايوا ويلا رجعتها سوب ما كيوليش انديس، كيولي وكانه قوه وكانه مهزوز واحد شويه، شي داك الاس اللي كيكون طايع الفوق شويه، هاد السوب هادي هي اللي كديرها. نرجع لاباج شوف لاحظتو برميج فور ماروك ولات الفوق، وكانك لاشين داير ليها الاس فهاد برميج فور ماروك. اذا هادو راه كيلكو
balise khassin bel bel formatage ديال لو تيكست كتبدل الفورما ديال لو تيكست la balise l'oulé d'enna la balise b ودي كترجع ليها لو تيكست gras la balise الثانيه la balise i وكترجع ليها لو تيكست en italique وكاينين جوج ديال لي باليز كيشبهوا ليهم قلنا هما strong و em strong كترجع ليها حتى هي gras و em حتى هي كترجع ليها italique كاينه la balise small اللي كتصغر ليا لو تيكست ان بو وكاينه la balise marque اللي كترجع ليا داك لو تيكست ماركي الخلفيه ديالو صفراء وكاينه لا باليز ديل واللي هي كتشطب ليا على ان تيكس وكاينه لا باليز اي ان سي واللي كترجع ليا لو تيكس مسطر عليه وكاينه لا باليز سوب وهي اللي كترجع ليا لو تيكس مكتوب واحد شويه لتحت وكانه ان انديس وكاينه لا باليز سوب واللي كترجع ليا التيكس وكانه قوه كمهزوز واحد شويه على لوتر تيكس هاد البايز حاولوا ترينيو بهم غنستنيهم كاملين حاولوا ترينيو بهم ان بو نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمه الله.